وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم سمر. يعني عم تتواصل فعاليات معرض الزهور بدمشق، يلي هالمعرض يلي تعود دمشق على أنه تحتضنه بكل موسم سياحي، وبيستمر فعالياته لغاية اليوم. نشاطات عديدة ومتنوعة كانت ضمن معرض الزهور، ومنها مشاركات فنية أكيد. ثقافية وشعرية. أكيد كتير من المشاركات يا ميسان، واليوم ضيوفنا كتير مميزين. أهلا وسهلا فيكم، نتعرف على أساميكم. زهراء، بتول، سيما، وأمر، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا. صباحي. يسعد صباحكم. صباحي. يعني ما شاء الله عنكم شو حلوين. بالبداية خلينا نحكي عن تحضيرات، كيف كانت التحضيرات للمشاركة بمعرض الزهور؟ هلا بالنسبة للتحضيرات، نحن اجتنا الدعوة من وزارة السياحة ب 24/6، وقالوا لنا انه الحفل تبعنا رح يكون ب 9/7 بحديقة تشرين. فنحن بالبداية كان لابد انه نحن لازم نكتب الكلمات اللي هي حتناسب هي الفعالية. كتبنا الكلمات وسجلناها وحضرنا المسرحيات، بعدين بلشنا بالتدريب عليها. كان تدريبنا تقريبا كل يوم شيء من 3 لـ4 ساعات، هذا كبداية يعني. بعدين لما بلشنا نتدرب بالفترة الأخيرة اللي هي اليومين الماضيين، كان تدريبنا تقريبا شيء 10 ساعات، وكنا عم نعمل بروفا كاملة من بدايتها لنهايتها المساء. سيما ما بدنا نذكر انه انتم شاركتوا بالشعر بفعالية ثقافية ضمن معرض الزهور. تمام. كان الشعر منفرد او كان مشترك او شو؟ هلا نحن كان في عنا فقرات اشتراكية اللي هي كانوا عم يقدموها فراشات الدار، وكان في عنا شعر منفرد. مثل مثلا بتول عنا قدمت شعر افرادي، قدمت قصيدتين. القصيدة الاولى اسمها تعويذة العطري، وقدمت قصيدة بعنوان سوريتي. أمر كمان شاركت معنا بالشعر الجماعي، هو نحن ما فينا نقول شعر لأنه هو سكتش أكتر ما يكون شعر. تمام. يعني كان مشهد تمثيلي أكتر. أكيد. وكمان قدمت قصيدة إفرادية، وعنا عدة بنات قدموا كمان قصائد إفرادية، منهم بتول ومنهم أسماء ومنهم دلع زيدان، وكمان في عنا زينة كمان قدمت يعني شعر إفرادي. تحية لكل الأطفال المشاركين. أكيد. هلا بسمنيش على الطفلة بتول، احكي لنا كيف كانت مشاركتك، احكي لنا عارفين عن حالك، قديش عمرك، وشو خطر لك أصلاً تشاركي، وكيف المشاركة كانت؟ أنا اسمي بتول غوراني. أهلا وسهلا يا بتول. كنت صف ثاني، نجحت على الثالث. تمام. عمري 8 سنين. طيب مين شجعك على المشاركة بتول؟ مام فاطمة. تمام. أنت بتحبي تلقي شعر؟ إيه بحب. طيب فيكي هيك تسمعينا شيء من اللي حافظة شيء؟ إيه يلا سمعينا. يلا. سوريتي أنت الأمان، أنت الرضا، في حقل نور، ركن السعادة والمودة والحضور، ركن مهيب في الغياب وفي الحضور، بيت على مر القوافي والعصور، كفاك تبتدي راني أغنية السلام، وأنا أمد بخافقي إذ تخطر الكلمات تنهش موجة من احتشام، أنا لا أخاف الاتهام، ماذا تقول لك الكوارث والجماجم والعظام، إني لأمقت كل نجم يحتسي ولع الخصام، ولسوف أطفله وأطفئ نوره ببهي شمعة الاحترام، وببسمة قد أرسلتها العين من قلب همام، ولسوف ألقي البذرة في أرض شآم، ولأسقين البذرة أنهار التآخي والتسامح بانتظام، وأقول يا سوريتي أنت السلام، ولك السلام، ولتربك الفياض عشقا كل ألوات السلام. شكرا لك يا بتول، ما شاء الله عليك، انه كيف قامت وقفت ما شاء الله عليك. هلا اكيد بدنا نتابع شوي من فعاليات المعرض امبارح، خلونا نتابع مع بعض. يا ورد الشام
يعني شفنا جزء من الفعالية اللي قدمتوها مبارح. زهراء خبرينا، أنت قدمتي الحفل، عشو اعتمدتوا بالتقديم؟ كيف كانت الأجواء؟ طبعا نحن يعني بالتدريبات نسقنا كل شيء، نسقنا البرنامج بالترتيب حطينا، وبعدين لكل فقرة من الفقرات حطينا تقديم. أنا كانت مهمتي بالحفل مقدمة الحفل. تمام، كيف كان تنسيق البرنامج؟ شو كان موجود ضمن؟ طبعا أول شيء بما أنه هو يعني العرض كله قائم على أنه معرض الزهور، يعني كله عن الزهور، فأول شيء حطينا كل شيء عن الورد، بعدين خلصنا عن الورد، بعدين بلشنا ببلدنا سوريا الحبيبة. تمام، يعطيكي ألف حافية. أمر خلينا ننتقل لعندك يا أمر، أول شيء حكينا ليش لابسة الفستان، وثاني شيء حكينا عن مشاركتك كيف كانت؟ أنا لابسة الفستان لأنه أنا دوري ليلى، وهو دور ليلى أنا طلعت من الخيال لحتى أشوف العالم الجديد، فلقيتهم كلاتهم ملتهين بالجوالات وبالإنترنت، يعني ما حدا عرفني أنه أنا ليلى، فمشان هيك يعني أنا زعلت. يعني ليلى والذئب، بس مشان نوضح. تمام، ذات الرداء الأحمر. مشان الورد ما فيها ذئب. ما فيها ذئب هالمرة. تمام. ليلى من غير ذئب هالمرة. مشان هيك يعني إنه ما حدا رد علي غير وردة عرفت، قعدوا يعني الورود حكوا لي كل همهم لحتى صلحنا الوضع، وقدمنا لهم غنية لحتى يعني تفاعلوا معنا. أكيد. شو الغنية اللي قدمتيها أو الشعر اللي شاركتي فيه؟ لا وش احكي الشعر. تمام. يا زهرتي فوحي شذا وتألقي، وعلى شآم الحب نورا أشرقي، ريحانتي فواحة بأريجها، والفل يزهو بالبياض المطلق، والزهرة الجورية ازددنا بها خجلا يراود كل حب عاشقي، والعطر يعبق حولنا يا سعدنا، قدم زهورك للطفولة وارتقي، شكرا لمن دعموا ربيع بلادنا، يا شام أنت الحسن فلتتألقي. شكرا لك. سيما تخبرينا شوي عن تفاصيل العرض، يعني شفنا في قصيدة، شفنا في مثل مسرحية يعني قدمت، أنت شو كان دورك؟ هلا نحن اول شيء مثل ما قالت زهراء حكينا عن الورد، بعدين نحن رايحين لحتى نوصل رساله، الرساله تبعنا هي كانت السلام، انه السلام يرجع على سوريا، وانه يرد يعم على سوريا من اول وجديد، فنحن عملنا مسرحيه كانت عنوانها الشام. المسرحيه بتحكي عن انه الشام القديمه كيف كانت، وكيف كنا نتعامل بالليره، وكيف كان اللبس من زمان، وبعدين انه لما صار الحرب كيف الاطفال انه كانوا يعني انه مبسوطين وهيك، وفجاه صار في موت وفي قتل وفي ضرب، ومن هذا الشيء كان انا دوري انه انا اللي بدي يكون الشام، انا اللي بدي افهم انه العالم انه نحن رح نرجع نعيش بسلام. أكيد. وانه مهما صار الشام رح تضل قويه، فانا بفوت لعندهم للاطفال، وفي معي انا بيكون مثل شال لونه ابيض، من خلال يعني مشيتي فوق منهم بيجي الشال يقوموا، فهذا دليل انه الشام هي قويه ورح تضل مع اطفالها ومع ابنائها لاخر يعني وقت. بوجودكم قوية شام، وجود أطفال شكراً. سوريا. شكراً. فيعني من خلال هذا الدور وصلنا كمان الرسالة إنه الشام لساتها بسلام، ورسالة السلام رح تضل عامة بكل يعني سوريا وبكل أنحاء سوريا، وإن شاء الله بكل الوطن العربي، بده يوصل لكل العالم. السلام دائماً بعم بوجود فعلاً الأطفال يلي عندهم هالطاقة الحلوة الإيجابية من الصبح، عندهم كل هالمواهب الإبداعية سمر يلي عم نشوفها. هو الشعب السوري يعني أكيد شعب مبدع ورائع، يعني كلياتنا حنبني سوريا مع بعض ايد بايد. هلا بتقول حنرجع لك ونرجع لكل حدا فيكم، سؤال خبرونا عن مشاركتكم، كيف كانت المشاركه؟ الاصداء انبسطتوا بالمشاركه؟ احكوا لنا كل وحده شو رايها بمشاركتها. يلا احكي لنا بتقول شو رايك انت؟ معنك عم تشاغبي صلك شوي بالمايك. انه كتير حلو العرض، كتير حلو العرض، والتقديم انه حلو، انه الشغل حلو. انت بتحبي تحكي شعر؟ من امتى بتحبي تحكي شعر؟ انا صلي زمان بحكي شعر، وتعودت انه اول شيء تعود انه اقرأ قرآن، بعدين يعني شان اطلع اللفظ الصحيح، عشان يطلع اللفظ الصحيح، بعدين تعودت انه اصير اوقف على المسرح
وألقي شعر. مين بيكتب لك شعر؟ ستي فاطمة فجر. يعطيها العافية على هالشعر الحلو. زهرة. طبعا مشاركتي كانت أنه مقدمة الحفل. طبعا يعني نحن براحتنا كان انه نحن قاصدين انه نوصل رساله لكل حدا كان قاعد معنا انه سوريا رح تضلها بخير ورح ترجع مثل ما كانت واحسن، واولادها رح يبنوها من اول وجديد. طبعا وطبعا يعني الحفل كان يعني كان كثير حلو. كنتوا مستمتعين واهلك شو وضعهم؟ قديش كانوا مبسوطين فيكي؟ طبعا كثير كنا مبسوطين كلياتنا، يعني كان تفاعل الجمهور كثير حلو. طبعا احنا بنوجه تحيه للسيد الوزير اللي اتاح لنا هي الفرصه لانه نقدم على المسرح الروماني بحديقه تشرين. وبنشكر السيد كمان معاون الوزير السيد غياث، وطبعا بنشكر جمعيتنا جمعيه الانصار الخيريه، وبنشكر دار الرحمه، وبشكر امي فاطمه فجر اللي دربتني، وطبعا يعني كل التقديمات هي اللي كانت كاتبت لي اياهم، وكل شيء يعني حضرناه. وطبعا بنشكر الاستاذه براء الايوبي امنا كلياتنا. اكيد تحيه لكل الاشخاص يلي ساعدوكم لتقدموا الشيء اللي بدكم. عن جد من ضمن صوتنا لصوتك تحيه للكل، انه عن جد كثير نحن انبسطنا فيكم، وكثير يعني شيء بنفتخر فيه، يعني وجوهكم ولا احلى من هيك وتقديمكم ولا احلى. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله هيك بنشوفكم دائما بشيء جديد وشيء حلو، يعني وتوصلوا للمطرح اللي انتم بتتمنوا. ان شاء الله بتمنى لكم التوفيق. ان شاء الله بنشوفكم باهم الاماكن. آمين. اطفال سوريا وبتوصلوا صوتكم يلي كله سلام وكله محبه وكله زهور. شكرا كثير لكم.